بكل حاجه. خلاص بقى يا وليد انزل من على ودني، انا اشتريت، اتكل على الله. امرك يا سيد بيه. ارحاب. ايوه يا سيد، انت فين؟ ما بتردش على تليفوناتي من امبارح ليه بس؟ عايزين ارد اقول ايه يا ارحاب؟ ما كل حاجه خلصت خلاص. يا سيد استهدى بالله، ده مهما كان القصر قصرك برضه. ارحاب، الكلام ده ما منوش فايده. القصر ده قصر رحيم السيوفي، وانا رجليا عمرها ما اتخطت القصر ده طول ما رحيم عايش. طب وانا يا سيد؟ والعيال؟ ايه خلاص؟ مش عايز تشوفنا تاني ابدا يعني؟ ليه بتقولي كده؟ انا جبت شقه جديده يا بنت. هاتي العيال وتعالي عيشي معايا. الست الاصيله تروح تعيش مع جوزها. يا سيد ما احنا طول عمرنا عايشين في القصر مع بعض مع رحيم. ايه اللي حصل يعني؟ وبعدين يعني رحيم هيعمل لك ايه؟ ما انتوا هتقعدوا وتتكلموا وتتعاتبوا زي ما بيحصل في اي عيله. نتعاتب؟ نتعاتب ايه يا وليه يا هبله انت؟ الله، ده زي ما تكون ما كنتيش عايشه معايا. اقفلي يا رحاب. اقفلي. انا غلطان اللي رديت عليكي من اصله. سيد، يا سيد، استغفر الله العظيم يا رب. وحشتني يا رحيم. لو كنت وحشك بصحيح كنت سألت علي، وما تقوليش انك ما كنتيش عارفة اني خرجت. لا كنت عارفة، وعجبتني قوي الطريقة اللي انت رجعت بيها اخوك. بالمناسبة هدية خروجي اتأخرت قوي. ما هو مش معقول اجيب لك عربية ب2 مليون جنيه وانت قاعد في الشقة مش عارف تدفع ايجار؟ طول عمري وانا بموت في صراحتك. ما انا ما عنديش حاجة اخاف منها، وبعدين قلت اديلك فرصة ترتب فيها اوراقك. عاوزاني في شغل طبعا. هو احنا في ايه بينا غير الشغل؟ بس الكلام ده بقى كان زمان. وبعدين انت جاي تتكلمي معايا كاننا كنا لسه مع بعض امبارح. مش يمكن اقول لك ان انا مش عايز اشتغل والهديه بتاعتك تبقى راحت على الفاضي؟ انت من مصلحتك انك انت ترجع الشغل. صحيح انت رجعت المركب والقصر، بس لسه واقف على ارض من ازاز. تبقى اسفلت امتى؟ لما الدنيا كلها تعرف انك رجعت تشتغل معايا، وانك انت تعرف تجيب اللي انا مش عارفه ارجعه. طب ممكن بقى نكمل كلامنا واحنا بناكل سوا؟ ينفع. دي ما حصلت يا فندم، وكان لازم ابلغ سيادتك. حاجه ايه يا خالد؟ كنت مع سياده العميد احمد وجاله تليفون من اغرب شخص ممكن يكلمه. من رحيم. تعرفش اتكلموا فيه؟ حاولت اقف اسمع المكالمه بس هو قال لي اتفضل. خفت لو لاحظ حاجه اتحركت. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ معرفش يا فندم، بس هو في حاجه غريبه تانية حصلت. تاني يوم على طول ظهرت براء الداليا، واللي كان متابع الموضوع ده هو سياده العميد شخصيا. تقصد تقول يعني ان رحيم كلمه اداله دليل براء الداليا وان هما الاتنين اتفقوا سوا؟ هو انا ما اقدرش اقول كده يا فندم، بس هي ملهاش تفسير تاني. هو رحيم فعلا ممكن يفكر التفكير ده عشان يثبت براءة داليا، خصوصا بعد اللي حصل لها في الحجز ومحاولة قتلها. بس انا مستغرب له احمد ازاي ما قالوش على حاجة مهمة زي دي. هو ده يا فندم اللي قلقني، خصوصا ان انا طلبت ان انا اروح معايا وهو رفض. اسمع، انا عاوزك تراقب تليفونات احمد كويس جدا، اي حاجة جديدة تبلغني بيها فورا. سامع؟ اوامر معاليك. ما لسه بدري، ما بتردش على التليفون ليه يا هشام؟ ايه الصوت ده؟ احنا الصبح. الصوت بيبقى واطي. احنا الصبح. احنا بقينا يا حبيبي الظهر. وبعدين اقول تليفونه فصل.
ما عندكش بقى يا حبيبي رقمي كده تكلمني بدل ما الكلبة اللي مستنياك في البيت دي؟ ما بحفظش أرقام. كلم أبوك، كلم رحيم، أي حد فينا المهم اطمنا عليك. سقطت يا بسمة، أصل حوارات المركب كتير، بقعد بقى أتكلم مع ده ولغي في دي، قصدي ألغي في ده، ولازم أطمن على كل حاجة في المركب قبل ما أروح. عينك الحمراء دي هشام من شغل المركب يعني والسهر وكده صح؟ ولا في حاجة تانية؟ فكك مني يا بسمة، أنا عايز أطلع أنام. وأوعي أوعي تصحيني إلا بعد المغرب. ماشي يا هشام، هتلف يا حبيبي وترجع لي تاني، بس أنا هعمل مصدقك المرة دي. براحتك. ما طبعا براحتي، أمال براحت أمك. خش سينما بالليل؟ ماشي، جوني ديب نزل فيلم ديب. ايه بقى ايه؟ مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ازيك يا ايه؟ تعدي كده من غير ما بتسلمي. في ايه؟ معلش، ما خدتش بالي. اوعدك المره الجايه بعوضها لك. اه والنبي لحسن، انا بتأثر قوي من الحاجات دي. تعالى يا حبيبي اتأثر هنا. ماله ده؟ في ايه تشملك؟ الموضوع مش مستاهل يعني. خلاص يا عم يلا اطلع. ما انت عينك فنجلت دلوقتي كده وفتحت، مش كنت طالع تنام بقالك ساعة؟ طالع يا اختي طالع. ازيك يا حلمي؟ بقى رحيم. عملت ايه مع هداية؟ عايزين نرجع نشتغل معاها تاني. في السلاح برضو؟ الحكومة شمت خبر وصفة العيال المهربين بتوعها في الصحراء. وعايزانا بقى نرجع الحاجة من الحرز ولا ايه؟ البضاعة اختفت، محدش عارف يعطر فيها. دي مش عايزانا احنا بقى، ده عايزة حاوي. بتقول العربية اختفت هي والبضاعة وسط الصحراء، محدش عارف راحت فين. عسوا عليها كتير ليكون حد اتصرف في البضاعة ولا الهوى. ومن هي بعتت لي عربية جيب هدية ليه؟ ايوه ايوه ايوه، عشان البضاعة تاهت في الصحراء وليا ايه؟ مخططة لكل حاجة. انا بقى بحب اشتغل مع الولية دي، شغلها دايما في المضمون. مضمون ايه يا عم؟ ما هي قلت منها ايه؟ المهم انت قلت لها ايه؟ هندخلها سلاح؟ مش لما الليل الاول؟ ادخل. عظمته عظمته يا كبير، منور نهر النيل، عليا النعمة النيل منسوب وقالي من ساعة ما رجعت له يا عم. هو انت كل ما تشوفني تعمل لك شبورة يا شبورة؟ يا عم سيب الراجل يعبر عن فيضانه. ده أقل حاجة ممكن أعملها لك عظمته. بحبك يا عم رحيم، بحبك. أيوة بس يا شبورة الحب ده بدأ يخنقني. أنا كنت عايزك في حوار كده يا شبورة. حوار هداية؟ هداية إيه؟ وده حمل هداية ده. خليك معايا بس ركز معايا. معاك. عايزك تقسلي على اتنين وتجيب لي أخبارهم زي ما عملت كده في موضوع عزت منصور. هبعت لك أساميهم في رسالة على الموبايل، بس بقول لك إيه، عايزك تعمل كده من غير ما حد يحس بيك. امان امان الامان. تأمرني بحاجه تاني؟ لا اسحب انت، مسيلي على حالك. سلام عليكم. سلام يا عم حلمي. مين دول اللي انت عايز تعيس عليهم؟ دول اتنين كده كانوا بيشتغلوا مع عزت. شغلش بالك انت، خلينا في حوار هدايا. هتسافر معايا؟ ودي عايزه سؤال؟ اكيد طبعا. يا سامي وده عايز ايه ده؟ طيب هعدي عليك بالليل. كان عايزك في ايه بقى سنيله ده؟ بيقول لي جمال اخو امينه كان عايز يقابلني، مش عارف ليه. امينه تاني يا رحيم؟ هو احنا مش كنا خلصنا خلاص من سيره الزفته دي؟ يا سيدي خلينا نشوف بالليل، انا بفهم كل حاجه. اتفضل. خير يا ريس؟ كنت عاوزني. بص يا خالد، عندي فكرة كده عايزك تمشي وراها. أوامر ما عليك. عايزك تجمع لي كل مديرين وموظفين البنوك اللي اتحقق معاهم بعد 25 يناير في قضية تهريب أو غسيل أموال. اتحبسوا، خدوا براءة، اترفدوا. اعمل لي حصر بكل أساميهم. طيب دي سهلة جدا يا فندم، يعني تقريبا كل الملفات دي جاهزة. حلو. تجيب لي كل واحد بقى اسمه أو اسم أبوه أو حتى لو كان اسمه جده عزت تجيبه عندي.
انت قصدي سيادتك حد منهم يعني يكون كلم امينه مش كده؟ بس برضه اللي انا عارفه من سيادتك يعني ان رحيم عمره في حياته ما شغل حد من رجالته في موضوع غسيل الاموال ده. حتى حلمي العجاتي اللي هو صاحب عمره ما يعرفش اي حاجه عن الشغلانه دي. ادينا بنضبش يا خالد. يمكن تفتح معانا سكه جديده. تحلل لنا قتل امينه. او تساعدنا في قضيه تهريب الاموال اللي احنا شغالين فيها. والله يا فندم عندك حق برضه. هو هيبقى خيط يعني نمشي وراه. حاجه تانية يا ريس؟ عايزك تجمع لي المعلومات دي باقصى سرعه. وتكون عندي بكره بالكتير. تمام يا فندم. بعد اذن حضرتك. اتفضل يا باشا. رحيم بيه. في واحد بيسأل على سعادتك بره اسمه كمال الدباغ. خليه يدخل. تمام يا ريس. ألف مليون حمد لله على سلامتك يا رحيم بيه. يا أهلا يا كمال. أخبارك إيه وأخبار ضاحي إيه؟ كلنا في نعمة يا باشا. بس زعلانين شوية. خير؟ خير. هحكي لك وأنا عارف إن أنت مش هيخلصك الكلام ده. احكي. ولا بقعدوا الايام يا اتش؟ لسه الاوضه الحقيقيه اهي اهي. هو ده الكلام يا ابن اللعيبه. حته ضربان من مبطه بس. ايه بقول لك ايه، ما نيجي نحطها في الحمام. تعبيط ياض، انا اقعد في اي حته واضرب هنا. هشام بقول لك ايه، تعالى نخش كده، مش عايزين نعمل مشاكل يا كوكو. يلا يا اخويا. ايه اللي جابك هنا يا بت؟ جاي اشوف البيه المحترم بيعمل ايه؟ مين ده اتش؟ ولا اوتو عايزة ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا يا هشام؟ ولا اللي فيه ده اوستخ عمره ما هيبطله؟ تعالي معايا. اوعى تعالي. ودفعت لها الفلوس؟ كلها. ما انت عارف امينة ما بتشتغلش لما تاخد حقها كامل. والبضاعة فين دلوقتي؟ داخلة في شهر في المينا. وقعدتها في المينا دي جابتني عشان ترحم بيه. تمام. أنا هخلصها لك. بجد والله رحيم بيه؟ هو ده عشمي. وحياة ولادي، أول ما صرفها في السوق هجيب لك فلوسك لحد هنا. أنا هخلصها لك من غير ما آخد منك ولا مليم. ولا مليم؟ بجد والله؟ بس يعني ده كتير عليا يا رحيم بيه. وكمان ده يعني ده حقك. حقي هاخده منك نسبة. نسبة؟ يعني إيه نسبة؟ هدخل معاك شريك في شركتك. 20% وأي شحنة هتجيبها هتخلص على إيدي. 20%؟ كتير قوي يا رحيم بيه. احسب خسارتك دلوقتي، هتلاقي نفسك كسبان معايا. بضاعتك وهتترمي في البحر، ومحدش هيرضى يدخلك بضاعة تاني بعد كده. ما أنت ملطوط بقى. اللي تشوفه يا رحيم بيه. محتاج نمضي عقود عشان نخرج الشحنة ولا؟ أنا كلمتي عدت. المحاسب بتاعي يجي لك آخر كل سنة يبص في الحسابات عندك ويقول لك محتاجين منك قد كده. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ كده بقى احنا بقينا شركاء رسمي. وطول ما احنا شركاء هنفضل حبايب. أريني؟ كده بقى مش فاضل غير انك تجيب لي علبة زي العلب اللي محجوزة في المينا. بكرة الصبح تبقى عندك رحيم بيه. حلو. أول ما تسلمني العلبة عد 48 ساعة وبضاعتك تبقى عندك. 48 ساعة؟ ده أمينة قالت لي شهر، وسيد قال لي أنا. أمينة الله يرحمها، وسيد ملوش في البطيخ أصلاً. هو أنت عايز بضاعتك توصل لك ولا إيه؟ أمينة رحيم بيه. طب نقرا الفاتحة بقى ونلبس دبل؟ لا لا بلاش حكاية الدبل دي، نقرا الفاتحة بس.